في هذه الفترة ديال الكوفيد القطاع السينمائي عرف واحد التوقف اللي هو شامل منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، يعني 3 شهور دابا وكل شيء واقف، يعني كل شيء العاملين بالقطاع واقفين. تقريبا ديك الساعة كان 12 مشروع أجنبي، منهم اللي كانوا بداو تصوير، كانوا هنا في ورزاز كانوا 2 ديال المشاريع كانوا كيتصوروا في هذاك الوقت، وكان منهم اللي كان خدار وخاص ديال التصوير على اساس انه يصور، كانت لابارتي ديال لابريباراسيون، وكلهم وقفوا. يعني واحد العدد هو ديال لي سبوت ولي بوبليسيتي تاعهم وقفوا، راك عرفتوا لا بيريود ديال الاشتغال ديال الاعمال الوطنيه تاع هي قبل رمضان تاع هي كتكون هذيك الوقت اللي تاع هي وقفات، وجميع العاملين بالقطاع وقفوا. كتعرفوا بان العاملين بالقطاع ما عندهمش واحد الضمان اجتماعي، يعني عندهم واحد البطاقة مهنية من عند المركز السينمائي المغربي، ولكن ما عندهمش هما ضمان اجتماعي، يعني ما دخلوش في هذيك المسألة ديال لا سي ان اس اس، لا التقنيين لا الكومبارس لا أغلبية الممثلين، ولكن الدولة خلقت واحد صندوق ديال الدعم القطاعات الغير المهيكلة اللي الحمد لله استفدوا منه، وكنتمنوا أنه يستمر واحد المدة معينة حتى بعدا يستقر تبدا عاوتاني الخدمه ويكون واحد العوده اللي هي جديده. بالنسبه للناس هي ما تلاحظش، كنا درنا بزاف ديال الاجتماعات مع الغرفه المغربيه لمنتج الافلام عبر الانترنت، وكان دائما الحضور ديال تقريبا 20 اجتماع، كان الحضور ديال العديد من المنتجين، كان كذلك الحضور ديال المركز السينمائي المغربي، وكانت تما كنا كنحاولوا بعدا نحددوا حجم الاضرار اللي وصل لها هذا القطاع السينمائي سواء في المغرب او جهويا، لان ورزازات راه كتمثل تقريبا واحد 45% من الانتاجات الاجنبيه اللي كلها كتصور في ورزازات. بالنسبه للانتاجات الاجنبيه مثلا في 2019، نحاولوا نمشيو ل 2019، كانت تقريبا 800 مليون درهم بالنسبه لمجموع مداخل الانتاجات الاجنبيه للعام 2019، ويعني 45% تقريبا من هذيك 800 مليون درهم هي اللي نورمالمون نقدروا نقولوا بانها حجم الخسائر اللي كاينه في ورزازات، 45% ديالها زائد خلاص الخسائر الاخرى، انه دابا 3 شهور تقريبا القطاع كله متوقف، سواء الاستوديو الحرفيين والجميع، يعني كنتمنوا ان شاء الله واحد لاغوبريز اللي تكون مزيانه. دابا بالنسبه للجهه ديال برعاتي فيلات، تم تكوين واحد الخليه جهويه على شكل لجنه اليقظه الاقتصاديه اللي كتخدم على جميع القطاعات الحيويه في منطقه ورزازات، ومنها السينما، يعني كنحاولوا نلقاو بعض الحلول باش تكون واحد لوبريز اللي هي سان لتفاديا لاي مشاكل اللي تقدر توقع من بعد. وبالنسبه للمركز السينمائي المغربي راه في اطار تحضير واحد الدليل الصحي واللي كيعطي جميع لي بروسيدور ديال التصوير من البدايه حتى يعني حتى من لاغيفي ديال هذوك لي بروديكتور في المطار والمعدات والطريقه ديال التصوير والتكوين ديال الفروق وكل فراغ كيفاش كيكون، يعني كيكون واحد الدليل صحي ودي بروسيدور اللي هما على شكل الدول الاخرى، حتى هذوك المنتجين الاجانب راه الدوابات راسيغي خصهم يكونوا راسيغي، رغم انه كاين بزاف ديال الاسباب اللي كتجلب المنتجين للمغرب، ودائما هذوك الاسباب كاينه، لان المغرب راك عارف هو قريب لاوروبا وعنده بزاف ديال الاسباب اللي كتخلي المنتجين يجيو، ومنها انه كاين واحد لو مون كبير ديال المحتوى في هاد لا بيريود ديال الكونفينمون، كان واحد الاستهلاك كبير ديال لي سيري وديال الافلام وديال المحتوى، يعني كاين لا دوموند. دابا خاص حنا بالنسبه لنا يوجد واحد الدليل اللي يخلي المسائل كلها تمشي بواحد الطريقه اللي هي صحيه واللي هي مزيان. ودابا راك شتي القطاع السياحي راه كيحاول يخدم السياحه الوطنيه وداك الشيء، ما كرهناش يتطرقوا بعض الصناديق اللي كيدعموا هاد المشاريع اللي هي وطنيه، ويكون واحد شويه ديال التنافس بين الجهات باش يجيبوا هذوك لي بروجي عندهم يصوروا، ومن طور راك انت كتخدم واحد الاشهار للمنطقه ديالك والمؤهلات الطبيعيه والتراث التاريخي اللي عندك، وثانيا تقدر تحافظ على واحد المجموعه ديال الشغيله اللي كتشتغل، واي قطاع اللي مرتبط بهذاك القطاع السينمائي.